الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق، أهلا به. الحضور جميعا، نرحب أيضا بالسيد عماد النجار عضو مجلس إدارة نادي التجديف بالأقصر. الجميع نرحب بكم على هامش هذا المهرجان. نرى الآن أمام حضراتكم عرض للمراكز الشرعية بمحافظة أسوان. محافظة أسوان والمراكب الشرعية، ما يميز محافظة أسوان. الشق الأول، السباحة في المياه المغلقة، حمامات السباحة والسباحة بالمياه المفتوحة. ونرى الآن نموذج لسباحة المياه المفتوحة لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة أسوان.